السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. ومعانا أم كريم، أهلا وسهلا. صباح الخير يا صباح الفل يا صباح السعادة عليكم. صباح النور يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. انا بحبك قوي 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 يا بنتي يا دعاء. يا حبيبتي ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. وبحب ابني حبيبي احمد الملكي، بحبكم قوي قوي قوي. حبيبتي ربنا يخليكي ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يبارك في عمرك. انا بتصل عشان افرحكم، انا طالعه يوم 29 الف مبروك يا حبيبه قلبي، الف الف مبروك. رايحه العمره صح؟ رايحه انا وكريم. انت مش انت اللي كلمتيني قبل كده سالتينا ان ابنك هي؟ انا بكلمكم على طول. ايوه، مش قلت لنا كمان اخر مره ان هو هيدفع لك العمره او هيروح؟ صح، وهو كمان طالع معايا. ما شاء الله. الف الف مبروك يا حبيبه قلبي، ربنا يفرح قلبك ويبارك فيه. ربنا يتقبل يا حاجه يا رب ان شاء الله. زي ما انا فرحانه افرح ولادي حبايبي، افرحهم ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليه. ادعي لنا بقى هناك كتير، اوعي تنسينا من الدعاء. ادعي لكم وبسال ابني حبيبي. هي الدعوه بتقول مثلا دعاء بنت مثلا فلان ولا دعاء بس؟ دعاء بنت سوزان. بنت سوزان. ايوه دعاء بنت سوزان. ماشي. كمان احمد الملكي. سوزان. معلش. لا هو هيجاوبك اهو. ولادي بقى ما تنسيهمش، سيف وحمزه. سيف وحمزه. ماشي ولادي، تدعي لنا بقى بالستر والصحه والعمره والحج والرزق. وعايزه ابني احمد الملكي كمان حبيبي. انت تدعي لي يا حاجه هناك ان شاء الله بالستر والصحه والعافيه، ونسال ان ربنا يرزقنا العلم النافع يا رب والرزق الواسع. اللهم امين. فرحتي مش متوه يعني، فرحانه قوي 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 قوي. ما شاء الله والله، لو تعرفي احنا كمان فرحانين لك ازاي. ما شاء الله، ربنا يفرحك ويتمها لكم على خير يا رب، ويتقبل وييسرها يا رب، وربنا يبارك في ابنك يعني. امين يا رب. هو طالع معايا عشان ما شاء الله. انا عاوز اقول لك يا حاجه ان شاء الله وانت هناك. وطالع معايا وخدنا التذاكر ما شاء الله. شيخ احمد. أيوة. هي كانت بتسالك قبل ما ننسى سؤالها، لازم باسم الام ولا ممكن تدعي كده؟ لا لا يعني ممكن كده كما في الحديث، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، احمد ابن ابراهيم، دعاء عامر، دعاء بنت سوزان. انا دعاء بنت سوزان. او دعاء عامر، دعاء بنت سوزان. قولي كله. قولي يعني كله. انت بتدعي بالاسم والله يعلم سبحانه تبارك وتعالى، ونسال الله العظيم أن يتقبل منك ومن ابنك إن شاء الله. وابنك له أجر عظيم جدا جدا، أنا فاكر كويس جدا أنه حتى كان تعبان ورجله حصل لها حاجة وكده يعني، فربنا يشفيه ويعافيه ويطرح لك البركة فيه ويبارك في عمرك يا رب. والدعاء هناك في مكة والمدينة يعني مستجاب. عندما تنظري إلى الكعبة، عند أول نظر لك إلى الكعبة، ادعي رب العالمين سبحانه وتعالى، والدعاء اللي هو اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، وادعي. وأفضل دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادعي وأنت تشربين ماء زمزم في كل موضع شريف، ومكة كلها شريف، فادعي رب العالمين هناك. ولازم يكون عندك يقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا تملي من الدعاء، ألحي على الله عز وجل في الدعاء، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب الملحين. وأكثري من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنت تزورين قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيعني التزمي هذه البقعة المباركة، وادعي رب العالمين سبحانه وتعالى، خاصة يعني في الروضة، فهي الروضة دي يعني بقعة يعني وروضة من رياض الجنة، ويعني سبحان الله القبر، الدعاء هناك ترجى بركته. الدعاء في الروضة الشريفة وأمام القبر الشريف ترجى بركة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. عيشي أثار الصالحين، عيشي أثار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استمتعي استمتعي بالكعبة أمي، طوفي حوالين الكعبة إن استطعتي، ونسأل الله أن يتقبل منك ومن ابنك ومن كل المسلمين،
وأن تعودي إلى مصر سالمة غانمة. ودعي للبلد بأن يرفع الله رب العالمين عنها الغلاء والوباء والبلاء. اللهم آمين. آمين يا رب، وربنا يكتب لنا جميعا العمرة والحج ويمتع كل الناس يا رب. معانا تليفون. أم محمد أهلا وسهلا. هلو. أيوة حبيبتي اتفضلي. ازيك يا حبيبة قلبي؟ أهلا وسهلا. ازيك؟ أهلا دي وسهلا. دي كام نوبة كلمت فيها وأنا ببقى مبسوطة اللي أنا بكلمك والله يا دكتورة دعاء. أهلا أهلا يا حبيبتي، نورتيني. أنا اللي من المنصورة وكنت كلمتك قبل كده مرتين. أهلا بيكي. أنا أم محمد من المنصورة. أهلا يا حبيبتي. أنا برضك عملت كذا مستحيلات عشان اكلم اخواتي واخواتي يكلموني، ما رضوش بردك يا حبيبه القلب. انت اللي كان اخوكي؟ انا من المنصوره. ايوه انت اللي اخوكي اخذ الميراث بتاعك وحاولتي تكلميه ما بيرضاش يكلمك. والله يا بنتي والله دخلنا ناس كتير، واقسم لك بالله العلي العظيم انا ما انا غلطانه لهم. وانا باقسم لك بالله وربنا شاهد عليا. وهم اللي وحشين في حقي جدا 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 جدا، وهم استحلوا الميراث والارض بتاعتك وما ادوكيش حاجه. وخدوا كل حاجتي، كل حاجتي اقسم بالله يا بنتي ما اخدت اي حاجه. وانت بتحاولي بالرغم من كده انت اللي مظلومه وبتحاولي تكلميهم وهم اللي مش بيكلموك. انا معلش انا دخلت واحد اسمه الشيخ احمد المنزلاوي. مش مهم يعني، مش مهم التفاصيل يعني، دخلتي حد بينكم وبرده ما تصالحتوش. عشان نصالح يقول لك لا 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 ده هي مش اختنا. ينفع كده يا بنتي؟ لا طبعا، ده دول اخواتك اللي هم الرجاله المفروض. بقولوا انت ابدأي، فانا بدأت مره واثنين وثلاثه وعشره ما فيش فايده فيهم، يبقى انا اعمل ايه بقى؟ انا عليا ذنب كده؟ ربنا يهديهم. انا عليا ذنب يا بنتي؟ لا يا حبيبه قلبي، وانا الكبيره بتاعتهم انا عندي 72 سنه حبيبتي. انا جاوبها؟ ما عليكيش اي ذنب، هم اللي اخدوا الذنب كله. بقولوا ايه ابدأي انت، بدأت بردك ما فيش فايده. هم اللي اخدوا الذنب، اكلوا حقك واكلوا ميراثك واكلوا فلوسك وقطعوا الرحم. ذنب اكتر من كده ايه؟ والله عملوا فرح لبنته من شهر ما عبروني ولا جولي فرح لبنته. من بصي يا حبيبه قلبي، ربنا مش هيبارك لهم في الفلوس الحرام دي، لا في الدنيا ولا في الاخره. هو ربنا مش هيبارك لهم. يعني موضوع مهم على فكره جدا. انا اللي اسالك. لا ايوه انا اللي اجاوب بقى. لا انت طبعا لازم تجاوبها يا شيخ احمد بالتفصيل. وبرده هو موضوع مهم جدا، ان الاخوات لما الاب يموت بنشوف الحكايه دي كتير، لو في مثلا ارض او بيت او ميراث يقوموا واكلين حق البنت بحجه ايه؟ لا ما احنا مش هنطلع ايه ورثنا لحد بره. ست كلمات. غريب. هي ست كلمات. ربنا لما حد يعني ذكر الفرائض، يوصيكم الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم في أول سورة النساء، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم الآية اللي بعد كده بيقول إن دي حدود رب العالمين سبحانه وتعالى، وما ينفعش إن حد يتعدى حدود رب العالمين، لأنه في النهاية كان يقول فريضة من الله خلاص. وبعدين يقول بقى ربنا سبحانه وتعالى البقى اللي هيعصي ويتعدى حدود رب العالمين إيه اللي هيحصل فيه؟ هاكل مال اخواتي، هاكل مال اهلي، هاكل مال مش عارف قرايبي، مش هد الميراث لاختي، هزهقها، هعمل. الحكايه النهايه ايه الجواب؟ ومن يعصي الله ورسوله ايه اللي هيحصل بقى في النهايه؟ عشان بس الناس تدرك المساله دي. انت بتاخد ايه؟ انا باخد ارض في الدنيا، قراطين ثلاثه، 100 فدان، الدنيا كلها وما فيها، بس في النهايه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فانت اختار، يا تدخل دي يا تدخل جنة عرضها السماوات الأرض. ليه؟ لأنك أطعت رب العالمين سبحانه. ده اللي أنا أقدر أقوله. وهي ما عليهاش أي ذنب، هي حاولت كل المحاولات، هم اللي بيقطعوا يعني الرحم. خلاص هي مش قاطعة للرحم يعني. على كلامها هي مش قاطعة للرحم. هم اللي إيه؟ لأن هم اللي بيقفلوا الباب. هي بتحاول تفتح. واكلين حقها وبيقفلوا كمان طبعا. وربنا بيقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. طب هو نعمل إيه؟ هو لا بيسمع ولا بيشوف. ربنا يعافينا. وردة أهلا وسهلا. تمام يا حبيبتي، علي صوتك اتفضلي سؤالك. ازيك يا دعاء؟ أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، ممكن أتكلم مع الشيخ أحمد؟ تحت أمرك يا فندم. أنا ازيك يا الشيخ؟ الحمد لله. أنا دلوقتي مخطوبة. مخطوبة؟ أنا عندي 20 سنة مخطوبة. وبعدين اخويا هو بيشرب، بس اخويا مش تمام خالص مع قابيل.
بس ايه؟ اخوك ايه؟ مش كويس مع خطيبها، ليه؟ مش كويس معاه ليه؟ مش كويس معاه زي ما يكون بيغير منه. ما تعلي صوتك شويه. بيغير منه ليه؟ زي ما يكون بيغير منه. اه ليه؟ يعني عندي خطيبي بيغير عليا من الهوا. اه. وبيحبني وانا بحبه، بس اخويا زي ما يكون هو مش مرتاح ان هو شايفني مبسوطه. بس كده، لكن مفيش مشاكل تانية؟ مش مثلا بيقول لك الولد ده مش كويس او هو عنده راي تاني؟ مثلا نيجي مثلا ساعه الاكل وكده، لما نيجي ناكل. طب ما ده حق يقول لي خطيبي. اللي كان بيحبها كانت معديه من قدامه، اللي كان بيحبها مش عارفه حلوت في عينيه. فانا بقول له انت المفروض مش تقول لي كده، حتى لو في كده. هو يقول لي لا خطيبك بيعمل كده. واولا مش مشيلني تليفون، يعني انا ما بكلمش خطيب، ما بيخلينيش اخرج معاه في اي حته. ان خلاني خرجت معاه في اي حته لازم حد من اهل البيت يروح معايا. طب بقول لك ايه يا ورده، يعني لغايه دلوقتي الحاجات اللي انت بتقوليها دي عاديه يعني طبيعيه صح؟ ان هو انت ما تخرجيش الا معاكي حد، ما تخرجيش لوحدك مع خطيبك. ما ده صح، يعني ايه الغلط في ده؟ ايه تاني؟ طيب قولي حاجه تانية. بالنسبه للتليفون، يعني اي واحده مخطوبه هو شايف صحابه كلهم خاطبين واخد منها التليفون عشان ما تكلمش خطيبها. هو مش مشيلني تليفون اساسا. هو انت مخطوبه بقالك قد ايه؟ انا بقالي دلوقتي سنه ونص. وهتتجوزي امتى؟ وهتجوز يعني احتمال بعد الشتاء. ده لسه بعد الشتاء لسه؟ بقالكوا كتير يعني، هتبقى بقالكوا سنتين مثلا، كتير برضو فتره طويله. هانت. هو يعني هو قريبنا. هو قريبكوا وانت وهو كويس وشريكي وعنده يعني عمل الحاجات اللي عليه، الجهاز والشقه والكلام ده؟ ده كله موجود. طب وانت مستنيه ايه لما كل حاجه موجوده؟ بس بالنسبه لاخويا، يعني اخويا ممكن يحسبه باي كلمه، بيهينه باي كلمه، ممكن يحرجني قدامه عشان عارف ان انا. أيوة. وانت باباكي فين؟ نعم. باباكي فين؟ بابايا مريض. ومامتك؟ ومامتي شغاله باليوميه بس ما بتقدرش تتكلم معاه. طب ماشي، وانت خطيبك لما هو مجهز كل حاجه ما تتجوزي؟ ما هو فلاح. هو فلاح، هما دلوقتي يعني زي نظام، هما زارعين، يعني بعد ما يتحسبوا هيتجوزوا على طول. بعد الحصاد هيتجوزوا. لكن اخويا انا مش عارفه. هو يا ورده، هي زعلانه من اخوها، هي زعلانه من اخوها ان هو بيضايقها ويضايق خطيبها. يا ورده يا ورده، انت عاوزه ايه دلوقتي؟ عاوزه مثلا تخلي واحده واحده، انت عاوزه تخلي اخوك مثلا يديك التليفون عشان تكلميه؟ هو يوم ما خطبني، ليله ما خطبني وانا بس مش عارفه. لا انا مش سامع، علي الصوت بس والله، علي الصوت. علي صوتك. ليله ما خطبني ومروح طلع معاه في الشارع، قال له احنا مش عندنا عرايس بتشيل تليفونات. ايه؟ قال له مش عندنا عرايس بتقعد مع خطيبها لوحده. اه. مش عندنا عرايس بتخرج مع خطيبها بره. طيب يعني واحده واحده، اللي عمله اخوك ده انت شايفاه، انت شايفاه صح ولا غلط؟ انا عايز اسال حضرتك، هل اللي هو بيعمله ده صح؟ خالص. ماشي حبيبه قلبي. اولا الخطبه يا اخوانا ما هي الا للتعارف، يعرف كل من الطرفين الاخر، يعني الراجل يعرف البنت والبنت تعرف الولد اللي هو متقدم لها. وبالتالي لما اجي مثلا احس مثلا ان التليفون ده ممكن يكون وسيله الى ممكن يكون في كلام خطا يقال في من خلال الهاتف، فمن حق الولي ان يمنع، ان يحافظ على عرضه وشرفه. كان الشاعر العربي القديم كان يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. لكن هو يعني هو الكلام ما بين الاتنين حرام يا مولانا؟ لا، محدش يقدر يقول حرام أصلا يعني. لكن أنا قلت إيه؟ لو هو شايف إن ده ممكن يكون وسيلة إن هو ممكن يجي من وراء الخطأ فيمنع، درء المفسدة. لكن هل الكلام في حد ذاته ما بين طرفين، بين رجل وامرأة، بين أي اتنين، هل ده حرام ولا حلال؟ الأصل إنه مباح، الأصل إنه هو مباح. طب هو مولانا مش ممكن دي تكون خلوة؟ يعني اتنين بيكلموا بعض في تليفون دي ممكن تكون خلوة؟ نقول لا مش خلوة، لأن الخلوة في النهاية هي خلوة الأبدان لا خلوة الكلام. القاعدة دي احفظوها، الخلوة خلوة أبدان، اتنين قاعدين مع بعض
سقف موجود. طب لو اوضه ما فيهاش سقف ما بقتش خلوه خلاص، وشروط وضوابط كتير قوي في المساله دي في احكام الخلوه يعني. وبالتالي فلما الكلام، طب لو الكلام يبقى الاصل ان هو حلال، طب لو الكلام ده ترتب عليه السلوك بقى، حصل بقى كلام خارج اطار الشرع الشريف فاصبح الكلام هنا ممنوع، نقول لا ما ينفعش. ليه؟ عشان الكلام الخارج ده مش عشان اصل الكلام. تمام. اتنين بيخرجوا مع بعض، طيب ما بيخرجوا مع بعض دول بيروحوا فين؟ اصل انا عاوز اتعرف عليه، تعال البيت اتفضل اتعرف على اختنا وانت قاعد وتتكلموا، هسيبكم انتوا الاثنين قاعدين بعاد عني كده وتشوفوا يعني تتكلموا مع بعض. لكن تخرجوا مع بعض ليه؟ ما هو انا بقى الدنيا بقى والحكايه، انا بتكلم في ضوابط. انا بتكلم فالاخ اللي هو بيعمل ده، وهي هي بدات الكلام اصلا هو بيشرب، وكان اخويا اللي بيعمله ده كل ده المترتب على ده فغلط. طب انا ممكن كنت اسالها سؤال، طب انت بتصلي؟ طب اصلا خطيبك بيصلي؟ يعني احنا يا جماعه نرتقي شويه، هو بيخاف عليكي، يا خطيبك عاوز يعرفك يتفضل البيت يتكلم معاكي يتعرفوا بعض. طب عاوزين تخرجوا ماشي، حد يخرج مع واحده تخرج معاك، واحد يخرج معاكوا اخوكي مثلا، فهو لما يخاف عليك ما تزعليش من اخوكي وكلمي معاه بالراحه. معانا تليفون استاذ وائل، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ممكن اسال بس الشيخ احمد سؤال؟ تحت امرك يا فندم، اتفضل. الامر لله، الله يخليك. بعد اذن حضرتك بس انا دلوقتي مواظب على الصلاه، تمام؟ الايه؟ مواظب على الصلاه. مواظب على الصلاه. طب الحمد لله. بس انا كنت بقطع حضرتك فترات. انا دلوقتي اصلي ما بين الاقامه والاذان الفرض. طيب انا هسالك سؤال يا استاذ وائل، حضرتك بقالك قد ايه دلوقتي مواظب على الصلاه؟ بقالي حضرتك يعني بقالي فتره ممكن مثلا تقريبا بصلي وبقطع بصلي وبقطع. طيب انا هنصحك نصيحه. طب ممكن تقول كل الاراء يا شيخ احمد. هي هقول، انا هقول بس الفتوى هنا تختلف يا استاذه دعاء. احنا لما بنتكلم مش حكم دلوقتي، ده فتوى. بمعنى ايه؟ ان الحكم الشرعي من ترك صلاه فماذا يفعل؟ جمهور اهل العلم بيقول ان هو يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأن النبي اللي قال كده. قول تاني بيقول لا يكثر من النوافل، بس لما قال يكثر من النوافل دي بناء على حكم تاني مختلف تماما، عشان بس ما ندخلش في المتاهة دي. أنا راجل بقطع، فلو قلت له صلي مع كل فرض هيتعب وهيجي بعد شهر وبتاع هيترك الفرض الأساسي والفرض اللي فات. فأنا هقول له لا، حافظ بكل ما تستطيع على السنن وعلى الفرائض اللي أنت فيها دي تماما. لما تحس بقى اللي انت خلاص مش قادر تترك الصلاة، انت بتجري على طول وقت الأذان، أقول لك اقضي ما عليك مع كل فرض. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. في إطار فعاليات الشهر العالمي لمرض الجوشي، نسقت شركة سانوفي من خلال ذراعها الخيري فاونديشن اس بالشراكة مع منظمة هوب منتدى بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق مبادرة جوشي، ويعد هذا من ضمن برنامج سانوفي للخدمة المجتمعية الإنسانية لدعم الأمراض النادرة. فمنذ إطلاق هذه المبادرة في عام 1999 التزمت سانوفي بتوفير العلاج لمرضى الجوشي دون النظر لقدرتهم على تحمل تكاليفه. فخلال 25 عاماً الماضية لم تقتصر هذه المبادرة على تقديم العلاج لمرضى الأمراض النادرة في مصر فقط، بل ساهمت أيضاً بشكل كبير في تعزيز الفهم وإدارة مرض جوشي في جميع أنحاء البلاد. احنا النهارده بنحتفل باليوبيل الفضي لمبادره جوشي مع مشروع الامن الدولي. المبادره دي ابتدت من حوالي 25 سنه في مصر، وكان هدفها تقديم دواء مجاني للمرضى في مصر وبناء كابابيلتيز او كوادر لعلاج المرض ده. المبادره دي مش بس دواء مجاني، بس هي كانت برضو التشخيص، علاج، متابعه، وتقديم منظومه صحيه متكامله حوالين البرنامج ده. احد الامراض النادره اللي هي الحمد لله بقى لها علاج، والعيان اذا ما خدش العلاج بتاعه بيدخل مننا في مضاعفات، واللي لازم يعني نبقى عارفينه ان لازم الدكاتره كلهم يبقى عندهم فكره عن هذا المرض. مرض جلد بيجي بانيميا، بسيوله في الدم، نقص صفائح، تضخم في الطحال، تضخم في الكبد، وبعض الاعراض العصبيه، لان كل تخصصات الأطفال وكل تخصصات البطنة لازم يبقى عندهم فكرة عن المرض، لأن التشخيص البدري يساوي علاج مبكر
يبقى بعالج العيان وهو ما عندوش مضاعفات. في وجود العلاج اللي اوجدته الحقيقه شركه سانوفي اللي طلعته من 25 سنه قدروا هؤلاء والاطفال انهم يعيشوا حياه طبيعيه فعلا، بيروح مدارس بيروح كليات بيتجوزوا بيخلفوا وهكذا. فلولا هذا الدواء ما كانش الاطفال دول قدروا يكبروا كبار. في نفس الوقت الدوله برضو حريصه بانها وتوفروا لهؤلاء الاطفال، انما في مشروع انساني تبع شركه سانوفي واللي بتشرف عليه بروجكت هوب اللي هو المفروض ان هو جاي لنا من امريكا علشان يوفر هذا الدواء لهؤلاء المرضى بدون اي دفع اي ماديات. كان لنا شرف تعاون ان شركه سانوفي كانت جينزايم ودلوقتي سانوفي انها تدينا الدواء ده مجاني لعلاج الاولاد، هما بيحتاجوا العلاج ده كل اسبوعين مدى الحياه، فالشركه بتدينا الدواء بشكل مجاني 100%. احنا بننظم وصول الدواء لمصر عن طريق التنسيق مع الحكومه مع وزاره الصحه ومع الجامعات عشان الدواء ده يوصل لكل طفل او كل مريض جوشي. We are celebrating three legacies. احنا بنتكلم عن رحله بقى لها 25 سنه بين سانوفي وبين مؤسسه هوب. من 25 سنه جه اثنين خبراء، الخبراء دول جم هنا القاهره وعملوا على دراسه الحالات الخاصه بمرضى جوشي. ما كانش حد يعرف حاجه عن المرض ده والاطباء كانوا حيرين جدا هو ايه، ولكن اتعملت قاعده بيانات والخبراء دول ابتدوا يشتغلوا فيها وابتدى يتقدم من 25 سنه تعاون. التعاون ده يهدف الى تخفيف المعاناه عن مرضى جوشي